يا ام سالم، انا رايح دوامي الحين. اوكي، ايه يا سالم، روح، خو انا مو ماسكتك. انتي من صدقك بدل ما تقومين وتقولي لي الله معاك وروح تقولي لي انا مو ماسكتك؟ ايه يا سالم، روح روح، انا وايد نعسانه، ما راح اقدر اقوم. خلاص ماشي ماشي، انا طالع عيل. يمه يمه يمه، ولعوا فيك، الله يخليك، قومي قومي العبي وياي. ويا سالم، انت من صدقك مقعدني علشان العب وياك؟ روح انت العب بروحك، العب ويا سناء، بس خلني نايمه. أكيد يمه، أنا أروح ألعب الألعاب اللي أنا أبيها. واي، شنو هالصوت هذا بعد؟ أنا اليوم مو قادرة أنام. سالم، إيش قاعد تسوي هني بروحك؟ ماكو سنة، بس أنا قاعد ألعب. أيوه، شنو تلعب؟ أنا قاعد هني فوق البلكونة علشان أول ما أي أحد يمر قاعد أقعد عليه سلايم وأخليه يخترع ويحتار من اللي قاعد عليه. أنت من صدقك؟ وأمي تدري إنك قاعد تلعب هاللعبة هذه؟ قالت روح العب اللعبة اللي تبيها بس خلني انام. الله عيب، انا بعد راح العب معك. هاللعبة هذه تونس؟ حتى تونس، تعالي خلينا نجرب. هذا الريال مر، خلينا نقط عليه سلايم شوي ونشوف ردة فعله شنو. اوف اوف، شنو مشاغبين. واي سالم حرم، ريال وايد كسر خاطري، ليش سوينا فيه كذي؟ عادي عادي سنة، طافك اصلا قبل شوي سويت بناصر رفيجي. اوف، شوفي شوفي، هذه اللي قاعدة تمشي، شكلها وايد غريب، تعالي خلينا نقطع عليها سلايم. لا سالم، هذه تخدع وايد، تخوفتك فلا تسوي فيها. ايش فيك انت يا الخبلة؟ راح نقط السلايم عليها وننحاش بسرعة، ما راح تدري من اللي سوى فيها كذي. اوخ يا عيني اوخ، من اللي سوى فيني كذي؟ منو منو؟ انا مو قادرة اشوف، مو قادرة اشوف. انا اعلمكم، بس خلوني اعرف من اللي سوى فيني كذي. زين قدرت اشيله، بس انا ما راح اعدي هالموضوع هذا على خير، لازم اعرف منو. ها شكله هذيل الاثنين اللي واقفين فوق. ها شفتكم، انا شفتكم، انتوا اللي مسوين فيني كذي. ها انتوا اللي جبتوا هذا الشي حق نفسكم، انا اعلمكم. نطروني اليوم الساعة 1 بالليل. انا ما ادري شلون شافتنا، بروح انخش عند امي وراح انام طول الوقت عندها، ما راح اطلع. انا نفسك سالم، بعد ما نقدر نقول حق امي لانها راح تهاوشنا. استغفر الله العلي العظيم، انا اليوم ما قدرت انام من الازعاج، والحين تاخر الوقت، بروح اسوي الغداء قبل ابو سالم يرد من الدوام. واي، بس كنا ما في غاز، خل ادق عليه علشان يجيب. لا 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 لا، انا اقول خل اقول حق سناء وسالم اول. يا سناء، سالم، روحوا الجمعيه بسرعه يجيبوا لي الغاز وتعالوا. هاي يمه، نجيب غاز؟ لا لا يمه، ما نقدر ما نقدر، احنا نخاف نروح بروحنا. واي، انا الف مره قايلت لك لازم تكونين شجاعه. واي، انا الف مره قايلت لك لازم تكونين شجاعه وما تخافين من شيء. ايه ندري يمه من هالكلام هذا، بس اليوم ما راح نقدر، تكفين يمه انت تتصرفي. يا ربي، ايش راح اسوي الحين؟ حتى ابو سالم جهازه مغلق، ماكو الا انطر عقب ما يرد من الدوام وهو يتصرف. وين سالم؟ الحين صارت الساعة 1، لا يكون بتي الحين هالوكعنة الغريبة هذه. ايش دراك انها بتي الحين؟ خو هي ما حددت الساعة 1 بالليل و1 الظهر. انا عبالكم نسيت الموضوع. لا طبعا ما راح انسى اي احد يتسلط علي من فوق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت شلون طلعتي لي؟ انا شلون طلعت؟ مو قلت لكم راح ارد لكم الساعة 1، وكاني الحين جيت بالموعد. يمه يمه، لحقينا، تكفى يمه يمه، لحقينا لحقينا يمه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صوت سناء وسالم، ايش فيهم عسم عشر؟ خلينا نروح لهم بسرعة لا يكون تعوروا. ايش فيكم ايش فيكم تصارخون؟
أنا جاية آخذ حقي، عيالك قبل شوي قطوا علي سلايم على عيوني وعيوني قامت تعورني، وأنا ما أقدر أطوف الموضوع من غير ما أعاقب أحد، والحين جاية آكلهم، أو قبل هذا كله لازم أخطفهم وأخطفك أنتي معاهم. انت هاي ايش تبي من عندنا؟ وليش جاي هني؟ الله يبا انت شلون جيت؟ اكيد حسيت فينا وجيت تنقذنا، يبا الله يخليك وخر هذه من عندنا. تعال عيل انا راح اتصرف معك انت، شوف عيالك شنو اللي سووا، ما اقدر اطوف الموضوع. شنو هالقلة الادب هذه اللي عندك؟ فوق ما ان انت هاجمي على بيتي وعلى عيالي بعد وعلى مرتي، جاية تهددين؟ انا اقول طلعي من هني احسن بسرعة، ولا ترى اتصرف تصرف يضايقك. أنا ما أخلي أي أحد يلمس شعرة من شعري، وتبيني الحين أطوف الموضوع بسلام؟ لا طبعا، لازم أرد لكم الحركة. أنتي ما تفهمين ولا شنو وضعك بالضبط؟ أنا أقولش طلعي من هني أحسن، ولا ترى راح أيرك من أذونك هذه الوردية الخايسة. إنزين إنزين، لا تسب، بس لا تتعدى على حدودك. أنا راح أطلع الحين، بس وصي عيالك إنهم ما يقربون صوبي نهائيا، ولا ترى بيصير لهم شي مو زين. طلعي يلا طلعي دلفي. واي يبا انت جيت بالوقت صراحة، لو مو انت جاي كان احنا الحين من زمان خاطفتنا هي ومخليتنا كنا اكل. انت وهي ترى انا ادري شنو اللي سويتوه بالضبط، ما قدرت اقول ان انتو غلطانين قدامها. انا اقول لا تتحرشون باي احد، ولا ترى بعدين ما له شغل. ان شاء الله يبا، بس الحمد لله ما صار فينا شيء. حلقة اليوم خلصت، نشوفكم إن شاء الله بحلقة ثانية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك، وأهم شيء بعد الاشتراك بالقناة. مع السلامة، معاكم عائلة سعيد وسعيدة.